qu'on sépare, comme ça par exemple, après un grand tour séparé et stylo séparé. Notre idée, c'est rassembler les deux à la fois, un stylo et contrôle, en même temps. On a travaillé sur un dessin en 3D et après l'impression 3D dans la machine cassée à baisser. Donc par exemple, si vous voulez, on peut créer étudiant. Et corriger comme ça. Donc c'est permis l'écriture et la collection en même temps. Fabla. Fabla, exactement. Merci, merci. اللي كيدير المنتج هذا هو ماشي جديد. هذا المنتج انتما بالنسبه لكم يعني من ناحيه المنتج هذا خرج للسوق على الطريقه ديال التحكم وي كاينه موجوده؟ لا ما كاينش هاد ليدي هادي انك دير ان ستيلو اي كوريكتور اون ميم طون. ما كاينش في المارشي دابا هادشي. كتلقى ستيلو سيباري وكتلقى ان بلونطو سيباري. دونك فاش تلقى ليدي اللي كتجمع كي راسومبل لي دو على فوا ما كاينش. كتجمع ان بلونطو ستيلو. كاين اللي كيمسح التصوير كاين هادي ستيلو كيمسحو ولكن كاين اللي كيمسحو مثلا باغ اكزومبل هذيك عندهم هنا باغ اكزومبل هذيك ولكن ماشي ان بلونطو يعني ما كاين با بيرمي با لا كوريكتور. ثم خدمت على منتجات محلية. الكاوكاو شنو ياخذ؟ الكاوكاو طاح حلوة. ماذا معروف؟ الجروب ديالكم شنو سميتو؟ الجروب ديالكم؟ سيلكي. فوقاش درتو هذا الجروب؟ الجروب ديالكم فوقاش هو؟ ان شاء الله تسعود يعني كتشتغلوا مدة سنة واستمرارية الجروب؟ الاستمرارية ديال الجروب في الكلية؟ مدة سنة وكتعملوا شي منتج؟ اللي كيهمو هو الطريقة ديال الطريقة باش ننتجوه يعني القضية ديال التحول والترانسفورماسيون ديال المواد الكوكب كيفاش كتعملوا لها؟ كتحلوا بالماكلة؟ وشنو هي المواد اللي كتضيفوا له؟ كنزيدوا الحليب لي بودر دابا بالنسبه لهاد المنتجات اللي كتعملوها واش كتسجلوها في الكليه كتصبح الملكيه ديالكم نتوما كتصبح الملكيه ديالكم او اول عندنا اول مشاركه مع لا كتصبح ديالنا يعني كتحافظ في الكليه يعني كتعملنا هو المشروع ديالكم كيما المنتج ديالكم كيبقى محفظ يعني نتوما اللي عندكم ديالكم ما يمكنش يدير شي واحد ولا شي حاجه ياك لا هي اللي مخصصه الحياه ديالو هي الكليه ديالها كتعلم مشاريع والاستمراريه ديالو واش كيبقى دائما مستمر كيبقى المشروع كيبقى يمكن تستمر ولا حنايا كنتناوي اننا ندعم الصفقه لاقيت شي شركه تدعمكم ولا شي حاجه كي تبارك الله عليكم من الاليزيه باش تشوف الشمس كامل
هذه واش نتوما راعيتوا في المنتج هذه القضيه ديال الخصوصيه ديال الانتاج فحال البيئه اللي هي هذا غالبا كعرفوا المسائل بزاف كيهرسوهم حتى الحديد كيفاش طوروا مثلا الجامعات ديروا غير بعض الفضاءات مثلا العماله مسائل المحروسه الحقوق محروسه والمواد هنا مثلا الكليه متفق معنا نديروا واحد اربعه من الكبارين غيديروا لهم الطاقه الشمسيه المحطه مثلا المحطه هذه يكونوا في الداخل نعم ديالهم كاين اساس كاين هذا